شاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا الفيديو السابق ديال خالد اللي روى القصة ديالو لعدد كبير من المغاربة يعرفوها. مشاهدينا الكرام، خالد أربط الاتصال أستاذة ليلى العيماني مستشارة قانونية اللي دخلت على الخط في الموضوع. غادي نشوفوا مع الأستاذة ليلى كيفاش شافت الموضوع. أولا غادي نبدأ معاك، ربطتي الاتصال بالأخت ليلى، قريتي لي كومونتير تيقول لك ليلى الأستاذة زينب، كيفاش شفتي الأمور؟ و لي كومونتير قالوا لي خاصك تشوف استاذه زينب واستاذه ليلى في الكومونتير، ودابا انا الحمد لله توصلت بالاستاذه ليلى، وان شاء الله غادي تدخل معنا ان شاء الله في هذا الملف هذا، باش بغيت ناخذ الحق ديالي، لانني انا تظلمت بزاف. زعما داك الشيء وصل لواحد الحد اللي هو خطير، واحد انسان معترف وما تعتقلش راه لا يمكن. وكنطلب الله سبحانه وتعالى يجيب التيسير على يد الاستاذه، وهادشي اللي كاين. الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا حيتيات القضيه في الاطار القانوني مع استاذه ليلى. ليلى، تبعتي القصه ديال خالد في البنيه ديالو اللي صلحت ليه ملي وصلت المكبرات، شنو وقع عليها سنين طوال من بعد؟ اشكاليات مع الزوجه، اشكاليات مع الاخوه ديال الزوجه، تطرد من المنزل، شيك ما وقعوش ملف، كيفاش شفتي؟ السلام عليكم، اهلا وسهلا. الله يشوف من حالك، ان شاء الله غادي نساعدوك. فعلا الملف شائك كبير بزاف، ولكن هذا مرتقب لانه العقليه تغيرات ديال الواحد اللي كيبغي يدير واحد الجريمه، تغيرات العقليه ديالو، ولا تيبدا من واحد الحاجه اللي كتقيسك اللي هي الابناء ديالك، من بعد كيوصل لك الجنس، من بعد كيوصل لك الاعتقالات عن طريق الشيكات، من بعد الخيانه الامانه، وغاديه، لان واحد كيولي واحد انتقام كبير بزاف. فهاد الشخص هذا السي خالد يعني في هذا الموقف هذا تعرض لواحد الضغط كبير، وواحد يعني حقد كبير باين دافين، اللي مني طلب منا اننا نشوفوا ليه الملف، جعلني انني خاصني ضروري نفسر له بانه هو في واحد الموقف خطير، لانه مشاو من العرض ديالو، الشرف ديالو، المال ديالو، الزوجه، البيت، الاستقرار، الشيكات، المعاملات، هادشي كثير عليه، خصوصا بما كيكونش عارف الواحد المساطر كيبغي باش يحماق. صافي حنايا قلنا له غادي نمشيو معاه بشويه بشويه، وغادي نشرحوا له بعض المواقف اللي هو ما عرفهاش. فملي شفت الفيديو السابق لقيت بانه مدمر على اساس ان عدم الاعتقال الشخص اللي تعدى ليه على الشرف ديال البنت ديالو، وعلى اساس ان الشكايه فين غتوصل، فين هذا الشيء. فانا شنو قلت له؟ قلت له اولا باش يعرفوا الناس كاملين، ملي كنهضروا على القاصر راه 18 سنه كامله، شمسيه كامله، مدونه الاسره، خاص يعني صافي 19 ماشي 18 وثلاث ايام 18. داك الشيء علاش بعض المرات في القضاء تيطلب لك حتى الساعه، انك يعني تكون بحال دابا بزاف ما وصلت ديك الساعه راه باقي كيتسمى قاصر. اذا الشكايه اللي درتيو نتوما كنتيو نتوما كانت هي قاصر، عندكم الحق بحال اللي قلتي لي، مشات تنازلت الزوجه على الشكايه. يدك الشيء علاش تاجلات الجلسات وعلاش هادي؟ كاين واحد التنازل، حيت القضاء ما يمكنلوش يجي ويبدا معاك المسطره ويولي جاهز بلا ما يشوف كل شيء، يشوف الاطراف ويشوف الشهود ويشوف هادشي اللي كتقولوا. دونك مني كاينه هذيك الشكايه، الا كان واحد التنازل راه صافي غيكون السخ مطلوق، اما لما كانش لا تنازل لا والو ما غيكونش مطلق. وكانت انا اللي النقطه اللي ثارتني هنايا هي انك انت الولي الامر ماشي الزوجه، ولكن القضاء المغربي والنيابه العامه المغربيه كتعتبر بجوج الاطراف مسؤولين على الولاد، كاين البنت كاين الولد، كاين الزوجه كاين الزوج. لكن في هذه الحاله هذه دابا ملي وصلت البنت سن الرشد عندها الحق هي اللي دير الشكايه ديالها، وما عند حتى شي واحد فيكم الحق يتنازل لا انت لا الام. ولو ان المره الاخرى قلناها، ولو ان المغتصب بيوصل 70 سنه 100 سنه عنده الحق دائما يدير الشكايه ديالو، وكتقبلها منه النيابه العامه، لان من يوصل لسن الرشد عقل على واحد المسائل ومثبته بشهاده طبيه اللي دابا هي عند طبيب خاص، لكن المحكمه عندها الحق تامر بالخبره الطبيه عن طريق القضاء. وحتى بالنسبه لافير ديال لو شيك اللي زادوا لك عليه، حتى هي غادي تامر المحكمه بالخبره القضائيه وتثبت انك انت بريء. وعجبتني واحد المساله اللي كنقولها دائما للمواطنين، هي انه حتى واحد ما يتخلف انه يدير شكايه، وقعت لي شي حاجه ندير شكايه. نتايا كنتي ذكي في هذه المساله هذه، مني خرجتي من الدار ديال بيت الزوجيه وتم الطرد ديالك
اغلاق وتغيير الاقفال وهادشي اللي ولاو المغاربه كيديروه بزاف اللي ما خصوش يبقى يديروه. عجبني ملي درتي الشكايه، هذيك الشكايه حماتك. علاش؟ لان هادوك لي شك ديالك وراقيك وديال ارضك وديال هادشي كانوا كلهم في البيت الزوجيه، وكانت عباره عن امانه عند الزوجه ديالك اللي هي دابا اذا جينا نكلاسيو في هذا النوع ديال المخالفات وهادشي اللي وقع، هي دار خيانه الامانه. لان هي راه مثلا وراقك طلبتيهم لا خصها تعطيهم لك نتايا، ماشي تعطيهم شي حد اخر يستعملك يستعملهم ضدك. فانت وصلتي واحد المرحله انهم استعملوا وثائقك ضدك عن واسطه الزوجه ديالك. فاحنا ان شاء الله هذا الشيء غادي ناخذوه بعين الاعتبار وغادي نوقفوا معاك. واي مسطره ما فهمتيهاش حيت انا ما بغيناكش تدمر، لان باقي عندك وليدات واحد اخرين محتاجين الرعايه ديالك، ومحتاجين انهم يشوفوا واحد الاب مدمر بحال هكا، والبنت ديالك محتاجه رعايه نفسيه باش نتجاوزوا هذا الشيء كامل. لان هذا راه ماشي سميتو الزينه المحارم بحال اللي قلتي المره الاخرى، هذا راه اغتصاب ديال القاصر. اذن القاصر ابنه الوكيل، ابنه الوكيل العام، وهو اكيد غياخذ الحق ديالها، انما كيتعثروا بعض المساطير. ها الشهود هذه ديالك، حنايا بحال دابا عندك الحق الطعن في الشهود لا جاو، لانه هذوك من الاصول ديالكم ما دايزاش في الشهاده. غتكتفي المحكمه بالخبره القضائيه باش تنصرك وتاخذ حقك من هذا الشخص اللي لحق بك الضرر. السؤال الاول اللي عندي استاذه معك هو على التنازل. التنازل قلتي بانه الا تنازلت الام بحال تنازل الاب، هي الام كانت تنازلات وفي هذيك الظرفيه كانت كنقولوا ما وصلتش 19 سنة يعني راشدة 100%. الإجراء الثاني هو يجب أن يتم وضع شكاية أخرى. هذه الشكاية الثانية وهي ما بقاتش قاصر، كيفاش الإطار القانوني ديال هذا الشيء؟ دابا الرشيدة عندها الحق أنها هي تحول هذيك الشكاية اللي كانت ديالهم هما اللي داروا لوالديها، وترجع أنها هي اللي كتحمل المسؤولية ديالها، وأنها كتدافع على راسها ومطالبها المدنية لراسها، ماشي المطالب المدنية ديال والديها على القاصر. دابا غاد المرحلة ديالها غتغير أمام القضاء، الوضعية ديال هاد البنت هذه غتغير، غتنتقل من القاصر إلى أنها رشيدة. غتصبح هي صاحبة القرار، تنازل ولا ما تنازلش؟ تنازل ولا ما تنازلش ما كاين حتى شي مشكل. وهنا خطا ديال الام، لانها علاش تنازل على حق بنتها؟ راه بحال هذيك خاها حتى هذيك راه بنتها، بالعكس هذيك راه كبتها، وانها عندها واحد الاب حتى هو، هي بحال اللي هرست هذاك الرغبه ديال ديك الاب، هرستها ليه في انه ياخذ حقه، حيت كيولي النزاع والصراع ما بين الاسر. السؤال الثاني اللي عندي معك استاذه هو ديال الشيكات. الشيكات كانوا مسناهمش، هو كما صرح من بعد الخبره تبتات بانه ماشي هو اللي وقعهم، ولكن هو في الوقت اللي تم الاعتقال ديالو كان خلص واحد المبلغ ديال الكفالة، لازال في ذمة المحكمة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه عنده الباسبور تيمشي به لدول أوروبية، تيمشي حتى لأمريكا في التجارة ديالو، حتى هو تم الحجز ديالو الآن. هذا الشيء كله تسبب ليه ضرر كبير في التجارة. الخطوات شيئا ما تنتمنى تكون يعني متسرعه شويه، باش مادام حسنيه ديالو بانت، توقع ماشي ديالو، الخبره نصفاتو في هذاك الشيء اللي فيه 110 المليون. هاد الاجراء اللي خصها دار باش على الاقل يرجع لي المبلغ اللي كاين في الصندوق، وكذلك جواز السفر ديالو باش يكمل التجاره ديالو. كيفاش كتشوف هاد الامور؟ بحال اللي قلت قبيله، ان خاص تكون شكايه ضد هذا الشخص اللي خدا ليه هذا الشك ديالو، وشكايه راه ما خاصهاش تكون غير ضد هذا الشخص، لان الشخص ما جاش تخلي لدارو وسرق ليه هاد الوثائق، راه الزوجه عطاتهم ليه. يدير الشكايه ديك الساعه عاد عنده الحق يتنازل للزوجه ديالو، حيت خاصو يتسمى كيفاش هاد الشك تخرجوا من دارو. اللي حماه هي ديك الشكايه اللي دار بانهم اللي خرجوه راه ما كانش يديه على هاد الوثائق، اذا ما كانش مستعملهم. غادي تثبت الخبره بانهم محرر داك الشك بواحد الكتابه ماشي ديالو، توقيع ماشي ديالو، المبلغ راه النيابه العامه كتسول على مبلغ، راه المبلغ فيه معاملات، غيقولوا له منين جاتك سبب هاد المبلغ، ديالاش هاد المعامله اللي درتي 110 ولا 200 ديالاش هذه بيني وبينك؟ غيلقاو بانهم ما بينه وبينه، خصوصا انهم غيكونوش هما اغبياء وعطاو لراسهم، ما يعطاوش شي شخص اخر اللي غيقولوا له هاك تكلف. اذا حتى داك الشخص الاخر حتى هو يجب ان يصبح مشتكى به. هاد المسطره ضروريه، لان الشك مجرد كتحط الشك يعتقلوك، لانه هو في اطار حمايه المال وحمايه المعامله التجاريه. لكن النيابه العامه ما غتظلمكش، غتعطيك انك واحد الكفاله وهادشي بيد مان ما تاكد واش فعلا هذيك هادشي، لان كاين بزاف النصاب يقدروا يبغيو يتملصوا ويقولوا لا حنا راه خدانينا ما هادشي. اذا كاين وسائل الخبره، وهذا اجراء عادي روتيني ما خصوش يتدمر منه حتى شي واحد. هذه المساله الاولى عرفتها. السؤال ديالي بطريقه، انا غنوضعك سؤال بطريقه اخرى. دابا من بعد
ما تبينت الخطوات الاولى، ولكن المعلومات اللي كاينه في الاطار القانون انه خص تولي ملف جاستي تحكم باش تمي تسلم هذا المبلغ. وهنا كنشوفوا الشكايه كانت 2020، حنا في 2022، الباسبور ديالو كاين في المحكمه، المبلغ في المحكمه، يعني خصها تكمل هذه الاجراءات ويدار الحكم عاد ويتسلم هذه الوثائق. يعني كيفاش كتشوفيها انت بالنسبه لجواز السفر؟ ما كنظنش، لان كاين واحد القرار كيكون ديال السيد قاضي التحقيق او النيابه العامه كتكون حددت فيه شحال المده ديال حجز هذا الجواز السفر، خاصو ياخذ حيت كلشي بقرار. ملي كياخذو كيكون فيه واحد المده معينه وكيمكن له الدفاع ديالو يتقدم بطلب من اجل استرجاع هذا الجواز السفر، لانه هو ادى واحد الكفاله اللي اصلا على واحد الحاجه اللي ما دارهاش وما كايناش وكلشي، وكون ما كانتش عنده. دابا المشكله هي انه كون ما كانتش عنده داك المبلغ ديال ديك الكفاله يولي هو مخلص واحد المبلغ الكفاله وهو اصلا ما داير شي حاجه. كان خاص النيابه العامه تاخذ بعين الاعتبار داك الشيء كيدي دار بانه غير موجود وما عندوش اليد على الوثائق ديالو ولا على شكاته ولا على حتى شي حاجه، باش تاخذ بعين الاعتبار ان هناك علاقات اسريه في المساله. مساله الشك ما خصهاش تبقى فيها غير تجاره، انا معامله تجاريه معك، لا. النيابة العامة من يجي واحد غيقدمها على أساس زوجة أو لا زوج أو لا طليقة أو لا أب ولا أخ ولا هادشي، تكون عندها واحد الخاصية، حيت خاصيه اسريه ديال الشكات بوحديتها وخاصيه ديال التجاريه بوحديتها. اذن هو ماشي نصاب وعطى لشي تاجر وما خلصوش وهادشي، لا، هذه داخله في اطار الاسره. وهذا هو حنا اللي عندنا ناقص في الابحاث، حيت نفس الابحاث هي اللي كتمشي عليها النيابه العامه، كتعتبره شاك هو الاموال، هو يعني عدم اداء داك الاموال، صافي خصها تحمي المجتمع وتحمي الواحد. لكن هاد اللي قلتي لي انها كتاخر، اكيد غتاخر لان الملفات كثيره، وحنا داكشي علاش كنقولوا الصلح، داكشي علاش دابا التوجه الجديد فيه الصلح مع بزاف ديال الناس، حيت هذا الشك هذا كان يمكن لهم يديروا عليه الصلح، ولكن هو حيت مادام ان فيه التزوير ما يديرش عليه الصلح، يتابعهم وعاد يكون فيه التعويض، وان ديك المبلغ خصو يتأدى وهذا كيمشي للسجن وكلشي، لان خص الواحد يعرف علاش مشى تحامل وطاول على هذا الشخص هذا لهذه الدرجه بهذه الحده هذه، شنو باغي منه. انا قلت له قبيله ملي كنا كنهضروا قلت له انا كنعتبرك راك انت في السجن، لان دابا فعلا هذاك التوجه اللي داروا ليه وهاد الكومبلو اللي داروا له ديال هاد الفبركه هاد الملف، يعني حتى ان قبضوا السيد وداروه في السجن، لانه دابا راه هو بالنسبه لي انا راه مازال ما عنده والو، مازال ما خارجش، مازال عنده تعويض، بنته ما خدات حقها، ما كاين لا شاك، ما كاين لا تعويض، ثلاث حاجه. اذا شنو بغا، شنو بغاو هاد السيد؟ وهذا هو نسبه الضرر الكبيره اللي كيعاني منها حاليا. انا عطيته قلت له خصك تحسم في الموضوع ديالك، انا بحال هاد المسائل اللي كيكون فيها الاطفال وكيكون فيها البنات وكيكون فيها هادشي، ماشي بضاعه، ماشي لعبه، خص الحسم في هاد المساله هذه ديال هاد العلاقه مع هاد الاسره تحد. كنشكرك. انا معك استاذه. مشاهدينا الكرام غنشوف الراي ديالو، سمعتي التحليل في الاطار القانوني استاذه ليلى، عطاتك مجموعه من النقط اللي هي جوهريه في الموضوع، انطلاقا من الاشكاليه ديال تنازل للتوضع يعني في السن ديال مريم اللي هي الابنه ديالك، مساله واش هي قاصر ام في سن الرشد، مساله الثانيه الاطار القانوني تشيك، الراي ديالك في التحليل القانوني. والراي ديالي انا ما تنصفتش، انا ما تنصفتش اخاي، واش شاك مزور ودابا عطى، خرجت لي الخبره بانه مزور، ودزت شي 8 مرات عند قاضي التحقيق وكيستفسرني، وكان حضر دائما وتبين على ان الشاك مزور، بان السينياتور ماشي ديالي والعماره ديال الشاك ماشي ديالي، واعطاني عدم المتابعه. اذن انا بارئ، عطى عندي ذاك الورقه في جونفي، نهار 17 جونفي قال لي سير في حالك راك، ودابا من 17 جونفي ليومنا هذا راه 8 شهور، ثمان شهور وانا كنطلع ونهبط بغيت نشدك الوثيقه الاخرانيه ديال عدم المتابعه باش يمكن نحيد بها الحجز، حيت راه حجزوا لي على واحد البقعه ديال قطع ارضيه باغي نبيعها، عندي فيها المشاكل، بغيت نبيع واحد القطع ارضيه وجاني الشاري باش نبيع عليه وما قدرتش نبيع عليه لان فيها الحجز، رفع الحجز دابا خصني كي غندير، ولا ما بعتش دابا في هذا الشهر 8 في كيكون الصيف وكيكون سميتو انطر حتى السنه المقبله، وانا دابا تكرفص وكان خصنا نطلب من المسؤولين ومن القضاء ديالنا ينصفني، زعما لا حول ولا قوه الا بالله. غادي نشوفوا الراي ديالها في هذه المساله الجديده اللي قلتي لنا، تفضلي. هذه ديال رفع الحجز ممكنه اذا كانت عندك عدم المتابعه، معليس ان السيد واكل الملك ولا قاضي التحقيق ما تابعك حتى شي حاجه، وفي هذه الحاله هذه راه خصك انت اللي غتقلب عليهم الشكايه وتشبت بها وتطلب المتابعه ديالهم، ديال انهم زوروا وكتبوا وعطوا وتبتات الخبره بان ماشي كتبتك، دابا انت اللي غادي ترجع لهم يعني الكره عندهم، خصك لابد دير هذه الاجراءات، ماشي كتظن انك ملي خرجتي دابا ما عندك لا متابعه لا والو صافي راهم غادي
كيقبطوهم وهادشي، راه ما كتقبط حتى شي حاجه بلا شكايه، ضروري تكون عندك شكايه ضدهم، فيها كلشي مفسر بانني تنصفت وبانني هاي الخبره ديالي جات سليمه، وبان وحنا هذيك غادي نرفعوا بها الحجز، لان ما عندك دابا حتى ما عندهم حتى شي سند ديال انهم يكونوا حاجزين، بان ما عندكش المتابعه ديال داك الشكاده اللي حطوا لك. بقى عندي سؤال اخير كيتعلق بالابنه مريم، حسب التصريح اللي كان قال لنا انها لا زالت تعاني في مرض نفسي، في الشق النفسي، يعني حتى هو كيفاش كتشوفي الاطار القانوني ديالو؟ هي اولا ملي غتبقى كاينه في هذا المحيط هذا ضروري غتبقى تزيد تعاني، لان يعني يبقاو يجيو هذه الشوك دي كوشمار، وهذه ما تكونش تسترجع الحياه ديالها الطبيعيه. ملي كتشوف الاب ديالها مدمر بحال هكا، حيت هو كيقول لك انا راه مازال ما تنصفتش، هو راه مازال ما بدا والو، لان عندنا قلنا لهم راه الملفات كثيره، راه غادي يتنصف غادي توصل، لان حنا القضاء ديالنا نزيه وعندنا الثقه الكامله فيه، غير خص المطالبه كيفاش كيطالبها الواحد وكيفاش كيحرص على المسائل اللي خصو يكون اجور. حتى هو بحال دابا ماشي غادي يقول له مثلا الدفاع ديالو بلا ما تجي اليوم ولا هادي ولا شي حاجه، ما كاينش هادشي. انا كنقول لهم ديما تنقول لهم دائما تحضر باش عارف السر والضرر، حتى بعد المرض ملي كيتغير شي قاضي خصك تكون شفتيه بانه تغير، الا ان لا جا عاود حكم عليك مره ثانيه راه كتسمح حاله التنافي. اذا الحضور ديال الواحد اجباري، واخا يقول لي ما يقولش لي، بحال اللي كنقولوا خصك تشمر على دراعك على مسائلك. اذا البنت خاصها تبعد من هذا المحيط، وخاصها يتغير ليها شويه ليسبري ديالها، وتبع تتبع نفسي وما تشوفكش مدمر، لان السند ديال الابن ديال الاطفال هما الاب ديالهم، خاصو يكون دائما قوي، وخاصك ايمانك، انا عرفتك عندك واحد الايمان قوي، مازال زيد وتحدى هذا سميتو، لان عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خشي ليلى الشكر الا ما كتب الله لنا. شكرا لك، الله يوفقك يا ربي، كنتمنى لك التوفيق في هذا الملف ديالك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، أستاذة ليلى ناقشات معنا الموضوع وعطاته لنا في الإطار القانوني ديالو حول النقط اللي هي مهمة في الموضوع، كما أنه خالد الآن على تتبع مع أستاذة ليلى وكذلك مع الأستاذة زين اللي دخلت على الخط لتبين الحقيقة أكثر في الموضوع. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع لهذا الملف وسوف نوفيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات هذه القضية. مشاهدينا الكرام كذلك غادي يكون عندنا اللقاء مع الأستاذة زينب لتعطينا الزاوية القانونية تاهي وكيفاش كتشوف الملف. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.